بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع لقاء جديد نتكلم به حول أحد الخضروات المنتشرة في جميع البلاد وفي بلادنا العربية على وجه الخصوص، ألا وهي الكرفس. الكرفس أو ما يعرف بالسيلري. السيلري من الخضروات الرائعة جدا. لو نظرنا إلى الشكل لهذا الكرفس لوجدناه شبيه بالعظم، عظمة الساق على وجه التحديد. إذن الشكل يوحي بجزئية من هذا استخدام الكرفس، وهو أنه مفيد للعظام ومفيد لآلام العظام. بداية كما تعودنا، يا ترى هذا السيلري أو الكرفس ماذا يحتوي وفي ماذا يستخدم، وكيف بإمكاننا أن نستفيد من هذا الكرفس بأكبر قدر ممكن حتى ننعم بالصحة والعافية إن شاء الله. الكرفس يحتوي على كميات وافرة من الفيتامين كي والفيتامين A ألف وأيضا الفوليت، وكذلك يحتوي على البوتاسيوم، وهو يعني من أهم المعادن الموجودة في جسم الإنسان، ونحرص دوما لتوفير هذا المعدن. وكذلك يتميز الكرفس هنا بكمية وفيرة جدا، كمية كبيرة من مين؟ من الألياف. وهنا أبرز الاستخدامات وأبرز الفوائد نتيجة لوجود هذه الألياف الفايبرز. نبدأ بالفوائد. إذن النتيجة لوجود هذه الألياف نجد أنه هو مادة مغذية مشبعة، مشبعة جدا. لذلك نسمع كثيرا أنه يستخدم في تخفيض الوزن، وهذا كلام صحيح لأنه يعطي الشعور بالشبع، يخفض من نسبة السكر في الدم، هذا صحيح لأنه يحتوي على الألياف، يعمل على تنظيم ضغط الدم، وهذا أيضا صحيح لأنه يحتوي على كمية وافرة من البوتاسيوم، يساعد على النوم خاصة الناس اللي عندهم توتر وعنده أرق، وهذا له علاقة في ما بين البوتاسيوم وهرمون الكورتيزول، فيساعد هنا هذا المريض من يتناول الكرفس يساعده على نوم هادئ ونوم فسيولوجي طبيعي ما فيه مشاكل. كذلك يتميز الكرفس أنه مضاد للبكتيريا، وخاصة هنا يعني أخصص من يعاني من التهابات في المسالك البولية، لدينا هنا الكرفس رائع جدا في هذا السياق. من تعاني السيدة الصبية التي تعاني من الأوجاع وآلام في الدورة الشهرية، يعتبر الكرفس رائع أيضا. تتناول الكرفس، وسوف نعطي بعض الوصفات بعد قليل. كذلك من يعاني من اضطرابات في الهضم، ذكرنا الألياف قبل قليل أنه يحتوي كمية وافرة، ونتيجة لهذه الألياف يساعد هذا الشخص لإيش؟ لعملية هضم تكون أسرع قليلا. الممنوعات، من هم الممنوعين من تناول الكرفس؟ أثناء الدورة الشهرية ممنوع تناول الكرفس لأنه يزيد من نزول الدم. كذلك ممنوع للمرأة الحامل خاصة في الثلاث شهور الأولى، كما ذكرت قبل قليل أنه ممنوع أثناء الدورة إذا يزيد من كمية الدم. بالمقابل أيضا ممنوع لمن يعاني من اضطرابات في مشاكل الدم النزيف على سبيل المثال، أو في سيولة الدم، أو من يريد أن يذهب مثلا لطبيب الأسنان، أو من يريد أن يعمل عملية جراحية يجب أن يكون 48 ساعة على الأقل بعيد عن مين؟ بعيد عن الكرفس. إذن موضوع مهم جدا.
إذن هذه منظومة مين؟ الكرافس. نأتي الآن للوصفات، كيف نستخدم هذا الكرافس حتى ننعم بهذه الفوائد الرائعة جدا. أول شيء ممكن نبدأها بالعصائر، ممكن أن نستخدم الكرافس كعصير، نحضر قطعة من الكرافس ونحضر كذلك قبضة يد من النعناع وقليل من الليمون، مثلا ليمونة واحدة طبعا بقشرها، ونضع كمية مناسبة لمين من الماء، ونضع بالبلندر الخلاط وإيش ونعمل عصير متكامل. هذا العصير رائع جدا لكل ما ذكر، وتحديدا لموضوع الهضم وسرعة الهضم، ويعطي عامل إشباع جميل جدا، ويخفض السكر ومنظم للضغط. ولا ننسى التحضيرات، وصفة أخرى غير العصير، لدينا طبق الشوربة. مثل ما بنضيف الأوراق الخضراء نضيف الكرافس، يعطي مذاق جيد للشوربة، وأيضا نستفيد من كل الصفات التي تحدثنا عنها. وصفة أخرى، نضع الكرافس في مثلا صينية الخضار، صينية اللحوم، الدواجن في الطعام، إذن برضو يعتبر جيد. إذن هذه وصفات مختلفة، عصير شوربة مع الخضار، صواني الخضار واللحوم أو الدواجن، بإمكاننا نستخدم بها. طبعا بدناش ننسى صحيح طبق السلطة، طبق السلطة ممكن نضع عليه إيش الكرافس. كثر من يسأل نستخدم الأوراق أم لا، ولا نستخدم الثمرة نفسها؟ استخدم الثمرة والأوراق، كلاهما فيهم إيش الفائدة. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.